قطعة أرض مناسبة للاستقرار بمساحة كبيرة في منطقة عمرانية وسكنية وفيها كامل واش تحتاج. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، متابعي الوكيل إيموبيلي. عروض العقارات عندنا راهي مستمرة بشكل يومي، وكامل أنواع العقارات راهم متوفرين عندنا. انتوما ما عليكم غير تتابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقكم كامل جديد تاع عروضنا. من طريق بيرتوتا في ولاية الجزائر دائرة درارية بلدية خرايسية، جبنا لكم عقار عبارة عن قطعة أرض بمساحة كبيرة، مساحة 243 متر مربع، وراه في منطقة مناسبة للاستقرار والسكن، منطقة عمرانية وفيها كامل المرافق الضرورية. كما راكم تشوفوا في جوجل إيرث، الأرض هذه راهي في وسط مباني، يعني منطقة عمرانية وما راهيش بعيدة على الطريق. والمنطقة هذه نلقاو فيها ابتدائية متوسطة ثانوية مسجد ومحلات تجارية، وراهي ما بين زوج مدن، بيرتوتا على مسافة 1 كيلومتر، وأيضا خرايسية على مسافة 1 كيلومتر. الطريق السيار شرق غرب على مسافة 5 دقائق برك، مطار هواري بومدين على بعد 20 دقيقة. يسمى الأرض هذه راهي في منطقة توفر لك كلش. راح تشوفوا باللي الأرض راهي في طريق أمباس، يعني ما كاش ناس برانيين يجوزوا ولا يديرون جوك. وأيضا راح تلاحظوا باللي الحي راه منطقة عمرانية، ناس بزاف راهم يبنوا، الشي اللي بيين لك باللي المنطقة مع الوقت راح يولي فيها مرافق أكثر. 243 متر مربع في منزل، أكيد العقار اللي حتبنيه حيكون واسع ومشروح، وبالنسبة للكهرباء والماء والغاز والإنترنت راهم متوفرين. أيضا عندك كامل المرافق الضرورية، خاصة المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث، يخلوا ولادك مرتاحين في السكن هنا وما يتعبوش بزاف. والطريق السريع ما راحش بعيد عليك وحيسهل لك الديبلاسمون. الأرض راهي واضحة قدامكم، قدامها مجموعة من البنايات وفي منطقة أمباس، منطقة هادئة وكالم ونظيفة، في طريق بيرتوتا في ولاية الجزائر. راهي للبيع بعقد في الشيوع بسعر 1,600,000,000 قابل للتفاوض. متابعينا، للمزيد من التفاصيل حول هذا العرض تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاو رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.